قبل حرب اكتوبر قرر السادات الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفييت. اكيد كلنا عارفين الخبر ده ومش هنحكي ونقول الاسباب ايه لان هي مش اصل حلقتنا، بس اللي حصل بعدها ان السوفييت تعنتوا ان هم مش يساعدوا مصر في اي قطع غيار بتاعه الاسلحه ولا كمان وقود الصواريخ. فكان هنا في مشكله ان احنا لازم نحلها بسرعه جدا، وهي وقود الصواريخ، وده علشان حائط الصواريخ اللي كان بيحمي مصر في الوقت ده علشان نستعد للمعركه. فهنا السادات انزعج جدا وامر ان الموضوع لازم يكون له حل وبشكل فوري. وقتها فكر المشير محمد علي فهمي قائد سلاح الدفاع الجوي في الدكتور المهندس محمود يوسف سعاده. وفي خلال دقايق كان في عربيه تحت بيته وفي ناس بتنزل منها من الجيش وبيطلبوا منه انه يتفضل عشان هيقابل شخصيات مهمه جدا في موضوع مهم جدا. وفعلا لما وصل بدا يتحكي ليه الموقف وبشكل كلي، ووصل له الصوره بالشكل العام بتاعها، الامر اللي خلى المهندس يقعد على الموضوع ده لمده شهر كامل، وقدر في النهايه ان يحط نفسه واحد من ضمن اهم ابطال حرب اكتوبر، المهندس محمود.